للصوم الحق فوائده هي أهداف رمضانية، تزكية النفس وتقواها والإخلاص وحسن النية، ولسان الصائم لا يبدي إلا الأقوال المرضية، والأخلاق ترق وتسمو كالنسمة في الصبح ندية، وتكافل مجتمع فيه فجن الثمرات الروحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات. هدفنا ضمن حلقاتنا أهداف رمضانية في هذه الليلة هو النجاة من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الهدف في هذا الشهر الكريم، وأن يعتق رقابنا من النار. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نخوف أنفسنا من نار الله سبحانه وتعالى ومن سخطه. هذه النار وصفها الله سبحانه وتعالى لنا وأن لها سبعة أبواب. قال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وعندما يردها الكفار يردون النار تفتح لهم تلك الأبواب، فإذا دخلوها أغلقت عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والنار واسعة، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سعتها وبعد قعرها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تدرون عندما سمعت وجبة سقطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، يعني 70 عام، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لننظر قليلا إلى وصف النار، عياذا بالله من ذلك. ما وقودها؟ وقود النار الناس والحجارة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لننظر إلى الشرر، الشرر الذي يتطاير من النار، ما حجمه؟ الشرار الواحدة مثل الجمل، الشرار الواحدة مثل القصر، مثل البيت العظيم. قال الله عز وجل: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
ما هواء جهنم عياذا بالله، هواؤها السموم، قال الله عز وجل. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، ما ماءهم؟ ماءهم الحميم المغلي، ما ظلهم؟ ظلهم اليحموم، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما طعام أهل النار الذي يأكلونه في جهنم عياذا بالله؟ الضريع والزقوم، قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ما شرابهم؟ شرابهم الحميم والغساق والصديد والمهل، الحميم الماء الذي انتهى حره، والغساق ماء سائل من القيح والصديد، والصديد عصارة أهل النار، ماء يسيل من لحومهم، والمهل عكر الزيت كعكر الزيت، قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله هذا فليذوقوه حميم وغساق. وقال الله عز وجل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وقال الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ما لباس أهل النار؟ ثيابهم من نار، ثياب من نار، لباسهم ثياب من نار وسراويل من قطران، قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقال الله عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لننظر إلى بعض أنواع العذاب الذي يعذب به أهل النار في نار جهنم عياذا بالله. من أنواع العذاب انضاج الجلود، يوضع على النار حتى ينضج جلده ثم يقلب. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من العذاب الصهر، يصهر، يوضع الماء المغلي على رأسه حتى ينصهر. قال الله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. من عذابهم اللفح، تأتي النار فتلفح الوجوه فتنزع جلود الوجه، قال الله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من العذاب التقليب، يوضع على بطن حتى إذا تعذب وشوية قلب على ظهره، قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن أنواع العذاب السحب، يسحبون على وجوههم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من أنواع العذاب الذي يعذب به أهل النار يوم القيامة أنهم يريدون بذل كل شيء من أجل أن يخلصوا من ذلك العذاب. قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أهل النار يعيشون الحسرة والندامة، يعيشون الدعاء بالثبور والهلاك على أنفسهم، يصرخون يطلبون النجاة من النار.
أيها الأحبة في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وعند النسائي: بعد الله وجهه من جهنم 70 خريفا. في هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النار والعتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق هذا الهدف، ولا نخرج من شهر رمضان إلا وقد اعتق الله رقابنا من النار، واعتقنا الله ونجانا الله سبحانه وتعالى من النار فلا ندخلها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. للصوم الحق فوائده هي أهداف رمضانية: تزكية النفس وتقواها، والإخلاص وحسن النية، ولسان الصائم لا يبدي إلا الأقوال المرضية، والأخلاق ترق وتسمو كالنسمة في الصبح ندية، وتكافل مجتمع فيه فاجني الثمرات الروحيه.